أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدم إسقاط المسيرة التي استهدفت مبنى في تل أبيب ناجم عن خطأ بشري، وأنه كان هناك اعتقاد بأن المسيرة ليست معادية ولهذا فشل إسقاطها. مسؤول عسكري إسرائيلي أعلن من جانبه أن المسيرة التي استهدفت تل أبيب من نوع كبير ومداها طويل، وأن كل الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بمصدر المسيرة. يأتي هذا بعد أن أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا تل أبيب بمسيرة وأنهم سيواصلون استهداف إسرائيل. وكان جهاز الطوارئ الإسرائيلي قد أعلن سقوط قتيل وثمانية جرحى في الانفجار، فيما كشفت مصادر الحدث أن الحوثيين أطلقوا 5 أهداف جوية تجاه تل أبيب، هي صاروخ باليستي و4 مسيرات. تمكن الأمريكيون من إسقاط صاروخ و3 مسيرات، أما الرابعة فهي التي وصلت إلى تل أبيب وتسببت بالانفجار. Кристюш, ты видишь, что это такое? Блядь! Пиздец, это с какой стороны? Еще вторая фигня летит. Сейчас подожди, я в убежище или лягу просто на песок. Пиздец! رأت مصادر إسرائيلية أن الهجوم بالمسيرة التي استهدفت تل أبيب فجر الجمعة والذي تبنته جماعة الحوثي في اليمن يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وهو بصدد تغيير قواعد اللعبة. المصادر أشارت إلى أن هذه الخطوة تدل على بداية موجة تصعيد إقليمي، حيث ستضع إسرائيل أمام مأزق استراتيجي، وأيضا كيفية رد إسرائيل من دون الانجراف وراء حرب شاملة في المنطقة. هذا وأوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عملية استهداف هذه المسيرة تل أبيب هي رسالة إيرانية لإسرائيل، لأن التقنية والقدرات المستخدمة في الهجوم هي إيرانية. أضافت الصحيفة أن المسيرة المستخدمة هي من طراز متطور وأن حجمها كبير، في حين أن الرادار صغير والأمر يصعب اكتشافها عبر الرادارات الإسرائيلية. هذا وأوضحت الصحيفة أن المسيرة نجحت بضرب مبنى في تل أبيب على الرغم من أن طائرات إسرائيلية تعمل على مدار الساعة لاكتشاف الأهداف المعادية، وكذلك على الرغم من نشر القوات الأمريكية شبكة رادارات في أرجاء الشرق الأوسط. وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت حادثة المسيرة ستشعل حربا إقليمية، كما ربطت مصادر إسرائيلية بين إطلاق المسيرة وبين تهديد نصر الله الأخير بأنه سيستهدف مواقع جديدة، مضيفة أن إيران ترصد التطورات في المنطقة ولديها حساباتها الخاصة. גם עיתונאים كذلك أفادت مصادر الحدث بأن الجيش الإسرائيلي خصص 6 مقاتلات لحراسة الحدود والقيام بجولة شاملة فوق إسرائيل كل 15 دقيقة، وذلك لمواجهة خطر المسيرات الهجومية. وذكرت مصادر الحدث بأن الجيش الإسرائيلي قام بزيادة الدوريات الجوية للمقاتلات ولم تصدر أي تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. هذا وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يحقق في كيفية تمكن مسيرة من قطع نحو 2000 كيلومتر على مدار 10 ساعات من التحليق دون أن تكتشف.
توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت إيران والحوثيين بالحساب بحسب تعبيره بعد هجوم بطائرة مسيرة على مدينة تل أبيب فجر اليوم، والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين. وقال جالنت إن المؤسسة الأمنية تعمل على تعزيز جميع أنظمة الدفاع بشكل فوري، وسوف تصفي الحساب مع أي شخص يضر بدولة إسرائيل أو يوجه الإرهاب ضدها وفق تعبيره. من جهته قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن انفجار المسيرة في تل أبيب هو دليل آخر على أن الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطنيها. أضاف لابيد تعليقا على الانفجار أن من يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده في تل أبيب. وأكد زعيم المعارضة أنه سيعرف كيف يعيد الأمن والقوة لإسرائيل على حد تعبيره. ومن تل أبيب ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد، أهلا بك. يعني ردود الفعل على هذا الاستهداف الذي حصل لتل أبيب يعني تتزايد مع مرور الوقت. يعني سأبدأ من ما قالته المصادر الإسرائيلية والتي وصفت هذا الحادث بأنه تجاوز للخطوط الحمر. كيف ستتعامل إسرائيل مع هكذا أنواع من الاستهدافات، خصوصا أن الاستهداف اليوم وصل إلى تل أبيب؟ هل من خطة معينة؟ هذا هو الأساس في كل ما قلته قبل قليل، وصلت إلى تل أبيب، ولهذا عمليا يعتبرون بأن هناك كسرا أو خرقا للخط الأحمر فيما يتعلق بالضربات بالمسيرات من اليمن التي كانت تصل إلى إيلات، عشرات ربما أكثر وصلت إلى إيلات وانفجرت وما إلى ذلك، لكن ليس إلى تل أبيب. ولهذا عمليا جرت مشاورات، نتنياهو أجرى مشاورات مع الأجهزة الأمنية، كذا أيضا فعل وزير الدفاع الإسرائيلي. التقديرات في إسرائيل الآن أو التحقيقات في إسرائيل جارية. أولا يريدون أن يعرفوا هل بالفعل هذه المسيرة المحملة بالمتفجرات أرادت أن تستهدف السفارة الأمريكية التي تبعد مرمى حجر عن حيث نقف، هنا انفجرت المسيرة عمليا. في الفيديو الذي رأيتموه تباعا على الهواء ترون المسيرة تأتي من فوق البحر، ومن ثم من فوق السفارة الأمريكية الظاهرة الآن على الشاشة، وصولا إلى حيث أقف، حيث كان الانفجار عمليا بين المباني المختلفة في تل أبيب. هذا الأمر الأول الذي يتم بحثه عمليا. إذا كان المستهدف هو السفارة الأمريكية، يعني أيا تكن نتيجة هذه التحقيقات، النتيجة واحدة، أن المسيرة ضربت تل أبيب، وبالتالي ما الذي يريد أن يقوله الإسرائيليون من هذا التحقيق بحد ذاته؟ هذا صحيح، في إسرائيل تجري تحقيقات لأن السلاح الجوي الإسرائيلي قال إنه فشل عمليا في اعتراض هذه المسيرة، والفشل كان بالنسبة للإسرائيليين سيئا للغاية، لأنهم رصدوا المسيرة في سماء تل أبيب في نهاية المطاف، لكنهم اعتقدوا بأنها ليست معادية، هي انفجرت بالقرب تماما من هذه العمارة القريبة من السفارة التي ترونها الآن على الشاشة. قتل إسرائيلي على المقلب الآخر في العمارة التي تقابلها تماما، كان على السطح يتواجد، قتل وأصيب 9 على هذه العمارة التي يمكن أن ترونها الآن على الشاشة. وبالتالي هذا التطور يجري التحقيق منه ليعرفوا إن كان هذا الأمر سيتكرر بالنسبة لإسرائيل، لهذا زادت من الإجراءات الدفاعية، القبة الحديدية ووسائل الاعتراض، بالإضافة إلى المقاتلات التي ذكرتها بالفعل، 6 مقاتلات تجوب الأجواء في إسرائيل من الشمال إلى الجنوب في المنطقة الحدودية، كل 15 دقيقة عمليا تقوم بجولة كاملة حول إسرائيل.